يعني النهارده. ايضا فيوتشر وطلاع الاسطول، فيوتشر فاز برباعيه مقابل هدف، مروان محسن سجل هاتريك في هذه المواجهه، هدف اول في الدقيقه الاولى من هذه المواجهه لمروان محسن اللي تالق جدا النهارده. وبعد كده نفس اللاعب مروان محسن اضاف الهدف الثاني ليه في الدقيقه الخامسه، يعني مسجل هدفين في 5 دقائق. وبعد كده مروان سجل الهدف الثالث في الدقيقة 37. ضربة جزاء مروان محسن، بعد كده أيمن الصفاقسي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 55. هدف طلاع الأسطول سجله عمر أحمد عطيته في الدقيقة 70. الأهداف أمام حضراتكم. طيب معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بنادي فيوتشر. بهنيك يا فندم على الفوز النهارده، الفوز الكبير وتجنب مفاجات كاس مصر، وكالعاده فيوتشر عامل اداء محترم جدا في كل البطولات هذا الموسم. الو كابتن محمد، مساء الفل، مشرفني ومنورني. مساء الفل يا كريم، وتحياتي ليك وكل سنه وانت طيب حبيبي. شرف ليا يا حبيبي. وشرف ليا اكبر طبعا. طيب النهارده فيوتشر عمل مباراه محترمه جدا، قد تبدو المباراه سهله وهي على الورق طبعا سهله، بس انتوا كنتوا عاملين حسابها بشكل محترم جدا وتجنبتوا مفاجآت الكاس قدام فريق محترم. يعني الحمد لله، انت عارف ان السنه اللي فاتت احنا خرجنا من قدام منتخب السويس صح من ضربات الجزاء، والماتشات كلها اللي حصلت امبارح نادي الزمالك مع بروكسي، وفي فرق برضو تاني عملوا ماتشات كنا يعني محضرين لعيبه كويس قوي يا كريم، وكانت عندنا احنا في الثلاث مباريات اللي فاتوا بتوع الدوري الداخليه وفاركو جالنا فرص كتير جدا في الاول ما كناش بنستغلها، فده صعب علينا الماتش، لكن النهارده قدرنا الاسبوع ده نحضرهم كويس قوي، ان الفرص اللي بتيجي في الاول في المباراه بتسهل الماتش يعني، وده حصل النهارده في اول 3 4 دقائق جونين مروان محسن. فالحمد لله الحمد لله على الاداء وعلى النتيجه وعلى اللعيبه كمان اللي احنا دخلناها النهارده الجديده قدرنا نطمئن عليها يعني. مروان تألق بشكل كبير جدا النهارده، مروان محسن واحد من المهاجمين الكبار، مهاجم دولي محترم، صحيح بعيد بقاله فتره عن منتخب مصر، بس النهارده عمل مباراه كبيره جدا يا كابتن محمد. الحمد لله الحمد لله، مروان بقاله فتره ماشي كويس، والنهارده الماتش رجع له حس التهديف العاليه، فده كان مهم قوي، فالحمد لله الحمد لله على ادائه النهارده وعلى رجوع عمر كمال بعد حوالي شهرين من دخول النهارده محمد عبد السلام اول اشتراك ليه النهارده في المباراه، فالحمد لله بنحاول نجهز اللعيبه عشان ضغطه الدوري اللي جايه يا كريم. فعندنا 3 بطولات، كاس مصر النهارده الحمد لله وصلنا لدور 2 ال 16، وعندنا قبل نهائي كاس رابطه، وعندنا الدوري الاصعب الفتره اللي جايه. طيب الدوري بقى كابتن محمد، انتوا كجهاز فني وكلاعبين وبالتاكيد كاداره، طموحكم فيه في الوضع ده ايه؟ طموحكم مركز اول وصداره، ولا طموحكم مركز ثاني وبطوله دوري الابطال؟ خاصه انه في الحالتين انت عندك منافسه صعبه جدا مع الاهلي في الصداره، وحتى على المركز الثاني مع بيراميدز او الزمالك اللي قرب كمان جدا منكم، انتوا متارجتين ايه؟ يعني احنا كجهاز فني وكاداره وكلاعبين نفسنا طبعا بننافس على الدوري، لكن منافسه الدوري بتحتاج حاجات كتير جدا يا كريم، لكن احنا نفسنا ان شاء الله لو ما حصلش نصيب في المنافسه على الدوري نفنش تاني عشان دوري ابطال افريقيا، لكن ده مش هيجي غير بالشغل، وان لسه بدري قوي، لان 8 مباريات ما تعرفش النتائج ايه، ما فيش حد يضمن مين يكسب مين، حتى النادي الاهلي بالماتشات المؤجله ما حدش يضمن مين يكسب. صح، بس كابتن محمد انا كابتن محمد هقف بس عند كلمه حضرتك قلتها ودي دايما بسمعها كتير، اللي يكسب دوري احنا يعني ناقص حاجات كتير او محتاجين حاجات كتير، ايه الحاجات اللي محتاجها فيوتشر عشان يكسب دوري؟ يعني احنا الحمد لله ده ثاني سنه لينا، النادي لسه ثاني سنه ليه، وان هو يوصل افريقيا اول سنه وياخد بطوله اول سنه بطوله كاس الرابطه ويظهر في افريقيا بمظهر كويس، يوصل دوري المجموعات، فدي حاجه ايجابيه، لكن وثاني سنه انت من اول الدوري في المنافسه صحيح، المربع ما نزلتش عن المربع خالص، وبتوصل في البطولات الثانيه الى ابعد مدى كاس رابطه قبل نهائي، وبتوصل النهارده للدور ال 16،
اللي لسه الدوري محتاج مسانده جماهيريه، مسانده اعلاميه، لازم يكون عنده سكواد جامد جدا، البدائل تكون على قد المستوى. وده عندنا الحمد لله لما لعيبه بتتاثر، احنا لو عندنا كريم المصابين احنا عندنا فرقه بره، رزق وسعد ومحمد فاروق، يعني عندنا فعلا فرقه بره يعني. لا بس انتوا كونتوا فرقه محترمه بصراحه من السنه اللي فاتت، مكونين فرقه محترمه جدا يعني. فده مهم جدا، ونحن صحيح. واحنا في المنافسه لحد دلوقتي، هو ده الاهم، ان احنا الحمد لله من بدايه الدوري ما نزلناش عن المربع، ففي مركز ثاني بقى لنا حوالي 4 5 اسابيع، 25 مباراه ما اتغلبناش غير ماتشين، ماتش نادي الزمالك وماتش التخليه، فدي كلها ارقام الفرقه بتحققها. صحيح. فاحنا ماشيين يا كريم الحمد لله يعني، الكابتن علي دايما ما الشغل هو اللي هينجح، معودنا على كده كلاعيبه وكجهاز فني، لكن احنا الفتره اللي جايه ماتشات صعبه جدا زي ما انت شايف، اللي تحت واللي فوق. صحيح. احنا بناخد ماتش بماتش، وقفلنا النهارده وهناخد راحه بكره، ونستعد لماتش سموحه مهم جدا يوم الثلاثاء في الدوري ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن محمد. كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بنادي فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بتحدث عن تجربه فيوتشر، انها تجربه جيده جدا، تجربه جيده جدا على مستوى تكوين الفريق. ببص دايما على الحته الفنيه، كونوا فريق بشكل ذكي، كل مركز فيه اكتر من لاعب، في اللاعب الطموح، في اللاعب الصغير، في اللاعب الخبره، التكوين بتاع الفريق تكوين جيد.